أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا في عالم الإخصاب المساعد والحقل المجاري. الحقيقة أفكار الناس في الإخصاب المساعد والحقل المجاري تفرح، لأنه في ثقافة متزايدة في الفترة الأخيرة في فهم والوعي حول الحقل المجاري، وطبعا لأن الموضوع متعلق برغبة كبيرة في أن الست تبقى أم والراجل يكون أب، ودي رغبة في الغريزة. فالمسألة بقى لازم تبقى مرتبطة بعلم، أنا كمان لازم أفهم، وده حلو لان هم احتياجهم للشيء بيخليهم يسعوا ورا الفهم فيه ورا العلم فيه ورا ان انا اثقف نفسي وافهم بتفاصيله. النهارده عندنا قصص مثيره، لكن اسمحوا لي ان ارحب بضيف عزيز عليا جدا في منظومه علميه ترتقي الى العالميه الحقيقه، نسعد بوجودها معانا، منظور مطار الطب. النهارده ضيف العزيز القمه العلميه القديره والاسم اللامع الاستاذ الدكتور احمد مرتضى طلبه، استشاري الحقل المجاري واطفال الانابيب وتاخر الانجاب بمراكز دار الطب. اهلا بك يا دكتور احمد. اهلا وسهلا بحضرتك. عندي اسئله كثيره تخص الناس، بس انا هسالها لحضرتك النهارده بطريقه علميه شويه عشان الفائده تعم، ما تبقاش مختصه بالسؤال نفسه. تمام. فالسؤال الاولاني متعلق بعلاقه الحقل المجاري وتوقيتاته بالدوره الشهريه. يعني الست عندها حقن مجهري مطلوب منها، فايه علاقه الحقل المجهري اختياراته بالدوره الشهريه؟ بتعمل امتى بالظبط؟ ليه بتختار مواعيد معينه في الدوره الشهريه؟ يعني خلينا بس نوضح في الاول، الدوره الشهريه هي كذا مرحله. في الاول بتبدا هرمونات من الغده النخاميه تفرز، بتشتغل على المبيض، المبيض بيطلع البويضات، البويضه بتطلع هرمونات، بتبدا تبني حقنه الرحم وهكذا. خلاص، فهي الموضوع يعني سلسله من الهرمونات بينتج عنها احداث. خلينا متفقين ان اول 5-6 ايام هما اللي بيطلع فيهم عدد البويضات، فهم البدايه بتاعه الدوره دي، اهم وقت بالنسبه لنا، ده اللي بنبدا فيه المنشطات عشان نحصل على عدد كبير من البويضات. لان احنا لو سبناها كده هتطلع ست البيضه الواحده بتاعتها، فدايما ميعاد تاني او تالت يوم الدوره ده ميعاد مهم بالنسبه لنا، ده الوقت الانسب ان احنا ندي فيه منشط بحيث ان يطلع عندنا عدد من البويضات اكتر من الطبيعي. طيب، في الفتره من اليوم السادس لحد اليوم العاشر او الحداشر او الاتناشر، كل اللي بيحصل ان احنا بندي الجرعات المنشطه عشان تكبر البويضات دي، توصل يعني تصل الى النضج بتاعها. طيب، وصلنا لمرحله اليوم الاتناشر او الاربعتاشر او الستاشر، البويضه بقت كبيره. في الغالب طالما وصلت عند حجم معين يبقى هي كده جاهزه ان احنا نسحب البويضه. بنيجي نفجر البويضه دي ونسحبها. في بقى فتره مهمه جدا اللي هي الامبلانتيشن ويندو، اللي هي من 3 الى 8 ايام بعد انفجار البويضه، ديت الفتره اللي بيحصل فيها الحمل. فاحنا بالتالي بنحط الجنين في الفتره التي تالي بقى سحب البويضات، او في الطبيعي انفجار البويضه، دي الفتره اللي بيحصل فيها الحمل. الفتره الاخيره من الدوره هي اللي بيحصل فيها تثبيت الحمل، فبنبدا ندي هرمونات اللي بتساعد على تثبيت الحمل اللي هو هرمون البروجسترون. هنا بيبقى هو المايسترو في المرحله الاخيره، مع شويه هرمونات برضو الاستروجين والكلام ده. في نهايه الفتره دي بنتوقع حدوث الحمل، فبنعمل اختبار الحمل بعد زرع الاجنه بحوالي 10 او 12 يوم. لو ربنا اراد خلاص الحمد لله، لو لا قدر الله ما حصلش حمل، فبتنزل الدوره الشهريه بعدها. فبالتالي هي التوقيتات كده، بدايه الدوره ده الوقت الانسب ان احنا ندي فيه المنشط عشان نحصل على عدد البويضات، متابعات التبويض في الايام التي تلي السته ايام عشان نراقب حجم البويضات، محتاجين نزود الجرعه او ننقصها شويه. بنيجي في نص الشهر نحدد الميعاد الانسب لسحب البويضات، وفي النهايه زرع الاجنه ثم استخدام مثبتات الحمل. السؤال القادم، هي بتسال من زوجه عملت تحليل سائل منوي في اثناء الحقل المجهري، ففي يعني سؤال عن هل تكسير المادة الوراثية بالنسبة للحياة المنوية يظهر في تحليل السائل المنوي العادي؟ ده السؤال. لا، يعني تكسير الحمض النووي ده الرجال عندهم تحليلين اتنين مهمين، السائل المنوي العادي اللي هو بيدينا فكرة عن العدد والحركة والتشوهات، نوع الحركة، حركة سريعة تقدمية، حركة بطيئة، حركة اهتزازية، بيدينا فكرة عن أنواع التشوهات. في تشوهات معقولة ممكن حتى إيفن يحصل منها حمل طبيعي، في تشوهات صعبة جدا جدا حتى الحقن المجهري مش بيحلها، زي البين هيد أو الجلوبوزو سبيرميا اللي هي الراس الحيوان المنوي الكبيرة قوي، أو الراس اللي هي الدبوسية اللي ما فيهاش حمض نووي. ففي أنواع تشوهات بتبان في التحليل السائل المنوي العادي. في مرحلة تانية، راجل طبيعي جدا
تحليله كويس، الحركه كويسه، التشوهات في الرينج الطبيعي بتاعها، الا ان ما بيحصلش اخصاب او بيحصل حمل وبيحصل اجهاض او ما بيحصلش حمل لسبب غير معروف. فبنلجا لتحليل تكسير الحمض النووي لتفسير الظواهر دي. راجل تحليله كويسه جدا الا ان في مشكله ما في الاخصاب او في الاجهاض او الكلام ده، فهنا بنلجا للتكسير ان احنا بنحط الحيوانات المنويه في ظروف مماثله للاخصاب، نحط عليه ماده كده، بنقيس كميه التكسير، كام حيوان منوي في اللي احنا فحصناهم دول اتكسروا. في الطبيعي المفروض النسبه المثاليه اللي هي فوق ال 80 او 85%، النسبه الطبيعيه فوق ال 75%، اقل من كده يا اما بنحتاج علاج او بنبدا ندور على اسباب زي السكر او التدخين او الامراض اللي قد يكون ليها تاثير على زياده نسبه التكسير دي. من ملاحظ برضو الناس اللي بتتعامل مع كيماويات كتير وابخره وحاجات زي كده عندها النسبه دي عاليه جدا يعني. لان هو ده مش بيبان في التحليل العادي. السؤال القادم عن بعد الارجاع للجنين في الحقن المجاري، الست تتحرك ولا تستلقي في السرير؟ يعني من اكثر الاسئله اللي بنتسالها ومهما بنتكلم برضو الناس اللي في دماغها في دماغها، بعد زرع الاجنه عيشي حياتك الطبيعيه عادي خالص، انزلي مارسي شغلك، لو بتسوقي العربيه مفيش مشكله، لو هتسافري، لو هتعملي، لو مواصلات، لو اي حاجه. انا حتى بفضل جدا ان الست ما تجيبش اي سيره لاي حد خالص، تعيش الفتره دي في هدوء وفي يعني في سلام نفسي كده وبس. انما فكره النوم وعدم الحركه والكلام ده كله كلام ليس له اي اساس علمي خالص. هو الجايد لاينز كلها ان احنا حتى بعد زرع الاجنه تلت ساعه لنص ساعه والسيده ممكن تتحرك وتقوم تمارس حياتها الطبيعيه عادي خالص. السؤال القادم عن جوده البويضات. هي عملت كل التحاليل لقت جوده البويضات هي اللي فيها المشكله، وده بسبب عامل السن، لكن بقيه الاشياء جيده. تقصد اكيد ببيد الاشياء الانابيب والرحم وهو خلينا متفقين ان مفيش تحليل بيقول على جوده البويضات. يعني انا مستحيل هعمل تحليل اعرف بيه البويضه اللي جوه المبيض دي جودتها حلوه جودتها مش كويسه. بالظبط كده، انا مستحيل لو عملت سونار على الخصيه ما اقدرش اعرف الحيوان المنوي اللي جوه الخصيه ده كويس ولا مش كويس. الرجال عندهم ميزه القصف ان احنا بسهوله خالص العينه بتطلع لنا بره، الحيوانات المنويه بندرس الحركه والعدد والتشوهات والتكسير والكلام ده كله. السيدات احنا ما بنوصلش لهذه الحقيقه غير لما نسحب البويضه بره. خلينا برضو متفقين ان احنا اللي بنشوفه بالسونار ده الجراب الخارجي اللي حوالين البويضه مش البويضه الحقيقيه. والبويضه الحقيقيه هي اصلا مش بتطلع من الجدار بتاع البويضه غير بعد حقنه التفجير، ونسحبها بره ونتقشر ونبدا نقارن بقى هي في المرحله M2 M1 GV M2 اللي هي كامله النضج دي ممكن تكون اصلا هي ناضجه كل حاجه بس مشوهه فيها مشاكل في السيتوبلازم في البولر بادي في الكلام ده. بالظبط زي ما في خصيه بتطلع حيوان منوي مشوه، في مبيض بيطلع بويضات مشوهه. فمبدئيا كده مفيش تحليل بيقيس جوده البويضات. الاي 2 والسونار والكلام ده كله بيقيس نضج البويضات. البويضه دي جاهزه للسحب، البويضه دي جاهزه محتاجه جرعات زياده، محتاجه جرعات يعني اقل، انما الجوده دي ما بنعرفهاش. في فرق بين طبخة مستوية وطبخة طعمها حلو، في فرق كبير بين الاثنين. السؤال الجاي بلغة برضو الجمهور فمش دقيق قوي في التوصيف. يعني هي ببعتة بتقول عندها ورم ليفي 6.5 سنتي، بس طبعا هي مش كاتبة 6.5 في 6.5 قد ايه يعني، ومش كاتبة مكانه. فالدكتور قال لها احنا هنمكن ازالته بالمنظار الرحمي، هل صح ولا بس؟ منظار رحمي يبقى هو في الغالب هو ورم داخل تجويف الرحم ومعظمه داخل التجويف، يعني معظمه يعني ظاهر من تحت من تجويف الرحم. خلينا متفقين الاورام الليفيه اللي هي السبسيرس اللي هي النمو بتاعها خارج الرحم ملهاش اي قيمه بالنسبه لنا الا لو عامله اعراض ضغط على الامعاء او على الحالب او عامله مشاكل اخرى ملهاش علاقه بتاخر الانجاب. الاورام اللي في جدار الرحم اللي هي في الطبقه في الوسط ديت اكثر من 4 او 5 سنتي يفضل تتشال، لان هي هيبقى ليها تاثير على ثبات الحمل، مش الانغماس بس، هي استمراريه الحمل والاجهاض والكلام ده كله. الاورام اللي فيها اللي ضاغطه على تجويف الرحم او داخله جوه التجويف حتى لو داخله بنسبه صغيره او حجمها صغير لازم تتشال قبل الحقن المجهري، لان دي ضاغطه على شبكه الدم الاوعيه الدمويه
وهيبقى ليها تأثير سلبي جدا على انغماس الأجنة. وبالتالي مكان الورم الليفي مهم جدا ومكانه أهم من حجمه. الحجم حسب مكان الرحل الورم، لو سبسيرس ده ملوش قيمة خالص إلا لو عامل ضغط، إنما 6.5 سنتي لو في جدار الرحم أو ضاغط على التجويف أو داخل التجويف يقينا لازم يتشال. السؤال القادم عن لزوجة الحيوانات المنوية، وطبعا السؤال المتعلق بها، هل كلمة تحليل سائل المنوي في انه في زياده في لزوجه الحيوانات المنويه ده امر واقعي؟ ده الجزء الثاني، هل ده انديكيشن او قرار ان احنا نعمل حقن مجاري؟ يعني بصراحه انا من اكثر الحاجات اللي بسمعها كتير موضوع اللزوجه ده، وانا مقتنع تماما ان مفيش راجل دايما العينه بتاعته لزجه، مفيش حاجه اسمها كده. يعني مع الممارسه الزوجيه الكتيره في الغالب اللزوجه دي بتروح، وانا برضو عندي اعتقاد ان في الغالب اللزوجه دي بترجع لظروف التحليل. يبقى هو قاعد مثلا في مكان في المعمل او متوتر او كده، فيبقى بنوع ما العينه لزجه. اللزوجه مش مهمه خالص، واللزوجه مش هي سبب ان احنا نعمل حقن مجهري، ومن اقل البارامترز اللي احنا ممكن نعلق عليها. يعني الاهم العدد، الحركه، التشوهات. العدد اهم حاجه، تليه الحركه ويليها التشوهات. السؤال القادم عن الموعد المناسب لإرجاع الأجنة. ده قرار طبي بحت، يعني في هنا خلافات كتيرة. خلينا متفقين، في ناس، في سيدات فرص حملها في الأجنة الفريش هيبقى أحسن شوية، في سيدات فرص حملها في الأجنة المجمدة هيبقى أفضل. توقيت الزرع سواء يوم ثالث، رابع، خامس، هنا بيفرق حسب الحالة. فخلينا مثلا لو حالة زرعت كذا مرة أجنة يوم خامس وأجنة ممتازة والدنيا، لازم نغير البروتوكول. يعني هي في عندها حاجة لازم نغيرها، نزرعها في اليوم الثالث مثلا. قد تكون نافذة الانغماس بتيجي بدري شوية، الوقت اللي جسمها يعني بيستقبل فيه الأجنة بيبقى جاي بدري شوية. الحالات اللي زرعت أجنة يوم ثالث يفضل ان احنا لو ما حملتش كذا مرة نغير الميعاد. بس خلينا متفقين، لان دايما الكلام اللي بنسمعه كتير جدا ان اجنه اليوم الخامس دي احسن اجنه، وان طالما زرعتي في اليوم الثالث يبقى في مشكله. لا خالص، يعني خلينا نفرق بين ان في طفل عنده 3 سنين صحته حلوه، وفي نفس الوقت ممكن يكون في طفل عنده 5 سنين صحته مش حلوه. يعني هو اليوم الثالث والرابع والخامس ده عمر الجنين، في جنين يوم ثالث درجه اولى، وفي جنين يوم خامس مش حلو واقف، او انقساماته مش حلوه، او في نسبه ضمور، او في مشاكل في الانقسامات، في خلايا اكبر من خلايا وهكذا. فهو عمر الجنين حاجه، جوده الجنين حاجه تانية. مش كل اجنه الثالث حلوه ومش وحشه، ومش كل اجنه الخامس حلوه. نورت وشرفت. شكرا جزيلا ضيفي العزيز المبدع، دائما في حواره، يعني حوار دائما ممتع، حوار دائما علمي، دائما بجيب الأسئلة التي تدور في عقولكم، وبتبقى فعلا في منها أسئلة ذكية جدا، وفي منها أسئلة حيوية الحقيقة ومنتشرة في عقول الناس، لازم نصححها. ضيف العزيز القيمة العلمية القديرة الأستاذ الدكتور أحمد مرتضى طلبة، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وتأخر الإنجاب بمراكز دار الطب العريقة. نورت يا دكتور أحمد. شكرا جزيلا، وأسعدتنا بوجودك. شكرا جزيلا، خليكم دايما مع الدكتور.